مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ضروري خصكم تشوفوه. عرفتي تنهضروا على بعدا اول حاجه هي زدراست فوديا. زدراست فوديا هي تتعني بالروسيه هي مرحبا مرحبا، شي كلمه تعلمته من هنا ومن هنا فهمتي. ولكن اليوم نهضروا على بوتين، الرجل القوي الزعيم. عباد الله راه تحمار، عرفتي شنو شد ملياردير من هنا دار لي هذيك هكا وبطل الله وقال لي شوف اتسيني لامك، اتسيني لامك نوري لامك الفساد اللي تديرو في الشعب ديالي فهمتيني. تشفارت وداك الخواض وداك التخرج قال لي ركع بوش دو من هنا نزلوا الله قال لي سيني لامك. عرفتي شنو بوتين؟ عرفتي بنادم بنادم طحكا فهمتي سينا وهادي وتيدير هذيك وتيقف اقوى ملياردير، اقوى ملياردير في روسيا فهمتي، ما يقد عليه غير بوتين. المهم نخليكم مع الفيديو، ضروري خصكم تشوفوا هذا الفيديو هذا لانه ضروري ضروري ضروري. تحية سلطاوني اخوت، اليوم جيتكم بواحد الموضوع مهم بزاف، لان كما تنعرفوا المغرب شكون اللي خارج عليها هي قوة الفساد، قوة الريح، يعني ما كاينش شي مسؤول في شي بوزيسيون من الملك حتى رئيس الحكومة حتى الأصغر يعني مسؤول، ما كاينش محاربة الفساد، اللي عنده شي سلطة تيستغلها باش يربح ويربح عائلته فهمتي، وكاع الناس اللي تتنتخبوهم تتجي ما تتجيش باش تخدم يعني المصلحة العامة، تتجي باش تخدم المصلحة الخاصة ديالها ولا فامي ديالها ومن بعد طوفان. المهم اليوم غادي نتعرفوا كيفاش بوتين تيحارب الفساد. بوتين فاش كان رئيس الحكومه ديك الساعه وكان هذاك ميدفيلد ولا سميتو نسيت على سميتو، تجيني الروسيه سمي صعيبه ننطق بها، ميدلفيلد something like that okay. المهم كان رئيس الحكومه ديك الساعه وكان طرا واحد المشكل كبير في روسيا اللي هو اللي هو ان واحد المعمل كان تيسد، وهذاك المعمل كان تيحتوي يعني كان هاز عائلات وعائلات، ولان هذيك المنطقه يعني تتعتمد بزاف على هذيك المعامل ديال الاسمنت، هادشي هذا ما في شرق روسيا شي لعيبه فحال. المهم فاش وصلوا بوتين يعني لان القضيه بدات ولا هناك واحد الاحتقان، شي بنادم ولا تيحتاج بزاف ديال الاسر خسرت الخدمه ديالها، ما بقاوش تيقدروا يعني يصرفوا على لا فامي ديالهم، المصاريف ما بقاوش قادين عليها لانهم طراو عليهم الخدامه اللي كانوا تما العمال ما تخلصوش يعني شي 3 شهور ولا ما عرف شحال ديال المده. هادشي هذا كانوا مخبينو على بوتين حتى وصلت تقلقيله لبوتين، لان كل الامر زاد يعني غادي يؤدي لواحد العام لواحد المساله ديال عدم استقرار تما، خصوصا روسيا ديك الساعه كانت تتواجه بزاف ديال التحديات في الحدود مع اوكرانيا. بوتين شخصيا مشى تما، وشوفوا معايا هذا الفيديو هذا كيفاش بوتين واجه هاد الناس كيفاش غادي يركعوا، يعني ملياردير قدو قداش شدو من هنا وهبطوا للارض قال لي نزل الله تسيني الله ينعلبو. المهم شوفوا الفيديو ورجع. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikalyovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça. Arrête les.
احسن لقطه عجبتني في داك الفيديو هو فاش تيسولو تيقول ليه تيسول الناس اللي سيناو هادي تيقول ليه تعيط لهداك الملياردير وداك الملياردير في روسيا ما كاينش اللي قد عليه من غير بوتين هو اللي حطو في بلاصه سولو ومازال تيزيد يكتب لان شوف بنادم تيكون يعني خصوصا في داك المجتمعات اللي تيكون فيها الاستبدال وتبقى في هذيك الثقافه ديال ديال يعني القانون لا يسرع الجميع تيكونوا ديما منفوخين انا لاباس ويجي كاع يكذب عليك هاني لانك انت بنظره غير حاش وهو بقوه داك الجشع ديالو وداك الغطراسه ديالو هاد الملياردير بغى يكذب على بوتين قال لي راه سينيت وشو قال لي لا ما تنشوفش السيد يعني مدقق في الاسماء كامله وعارف شكون اللي مسيني وشكون اللي ميسينيش وكلشي يعني كلشي تقمق فهمتيني حنا نهار الملك كان عفى على داك دانيال كالافان ولا سميتو هذاك المغتصب 11 طيف المغربي قال لك السيدي ما كانش تي سميتو او بحال المعلومات راه ما يدوزوش راه بحال هادشي راه ما خصوش يدوز المهم نرجعوا للموضوع ديال قال لي باش نشوفش السينياتور ديالك اجي هنا السيني فحالك اجي هنا السيني السي واش مريض ولا ما اجي هنا السيني اجي دابا يلا زيد حماره جا السيد سينا عطاه ستيلو ديالو نسى ستيلو لان هذيك الطريقه باش تبين يعني السلطه ديالو على على الفاسدين قال لي ستيلو ديالي ارا داك ستيلو ارا داك ستيلو لا نسمع مع امك يعني الكلب الاخر الحمار المهم عطاه ستيلو ديالو وغادي نرجعوا لواحد الفيديو خصوص هذه المساله هذه لان بوتين هذيك الساعه اللي كانوا اتصلوا به هو هو تنقول هو رئيس النقابه الاتحاديه شي لعيبه تما هو اللي كان اتصل ببوتين وقال لي على القضيه وهذه المسائل هذه اللي تيعيشوها العمال في هذيك المنطقه رانا بوتين فاش حل هذه المساله هذه بزاف ديال الناس كرهوه لانه تيحارب الفساد هذيك الساعه كرهوه وباقي الى يومنا هذا راه جايين بزاف ديال الفيديوهات كرهوه ولكن من بعد 10 سنوات لهذاك المعمل نيت بزاف البروداكتيفيتي ديالو يعني الانتاج ديالو تزاد ولا يعني طوب والناس ديال ديك المنطقه وحتى العمال ولا حتى النقابات كتبوا رساله شكر تيشكروا بوتين انه تدخل ونقذهم يعني من التشرد ونقذهم يعني من المعامله السيئه اللي تلقاوها من ارباب العمل هذوك المليارديرات باش تشوف لان ديما القاعده تكون عنده واحد الرؤيه بعيده وخاديك الساعه هاد الناس هادو اللي كانوا سيناو وبزز عليهم بس سيناو كانوا كرهوه فهمت انا متاكد كله اللي مشى يعني لدارو تقول تو بوتين عالبوك فهمتي كعياو ولكن من بعد فاش جات البروداكتيفيتي ديال المعمل والمعمل خدم صحه لان هذوك ارباب العمل هذيك الساعه ما كانوش باغيين يتفقوا كله تيشرق كله تيغرب يعني بوتين كتب واحد الاتفاقيه قال لهم اجي هنا اجي سيدي كاين لا هذه لا هذه راه ما تشردش ليا انا الالاف ديال الناس باش نتايا تسميتو راه لاباس عندك العاق راه يمكن تعيش ولا كنتي باغي تعيش انت راه كاين بزاف ديال الناس باغيين يعيشوا كاين بزاف ديال العمال حتى هما هازين اسر وكذا اجي ها الاتفاقيه كتبها بوتين هنا فاش تبدا يعني واخا تكون واحد الشخصيه نقولوا هنا بوتين يعني تعامل مع المساله بواحد الطريقه بيروقراطيه يعني نقولوا استبداديه كاع ولكن من حقه لانه تيحمي المصلحه ديال الشعب ديالو هكذا يعني بوتين حمى الشعب ديالو من المفسدين والمهم الفيديو الثاني اللي ندوزو ليه هو ديال كيفاش بوتين تيتعامل مع البيروقراطيه ديال الروسية لان حتى حنا في المغرب عندنا هذوك البيروقراطيين تيدخل شي بوست تعطيه البا ولا تعطيه المو ولا تعطيه الجار المهم شي واحد من العائله فهمتي ريحه الشحمه في الشاقوره كما تيقولوا هنا بوتين كان طرا واحد السون في شنو اكاديميه العلوم ديال روسيا كانوا بزاف ديال الناس اللي هما فعلا كانوا علماء كفؤين عندهم بارزين بزاف في روسيا وتنتخبوا ودازوا الاكاديمي باش انهم ينتخبوهم يلتحقوا بالاكاديمي ديال العلوم ديال اكاديميه العلوم الروسيه ولكن بسبب البيروقراطيه ديال الناس المسؤولين ديال هذيك اللعبه ديال باك صاحبي وكذا وهذه باقا في شي اداره المهم هذوك الناس ما دازوش وبوتين وصلاتو الخبر والاداره الرئاسيه ديال بوتين كتبت ليه تقرع على هذيك المساله وجابته ليه وجا حط هذاك المسؤول في التيفي دابا بوتين كيفاش يقمع الفساد علاش تيحرج هذوك الناس اللي تيفسق فهمتي دار شي واحد داير شي بروجي يديرو في شي منطقه وما كملش هذاك البروجي تيجي بوتين تيجيبو قدام التلفازه وتيعرفتي شنو تيسولو اسئله محرجه بزاف وغادي نشوفو بزاف ديال لي فيديو وغادي يعني غادي نثبت لكم كيفاش بوتين تيحارب الفساد وكيفاش تيحرج المفسدين في التلفازه بحال هذيك اللعيبات اللي تيمشي الملك مثلا تيدشن واحد المنطقه ولا تيمشي تيتسنى ولا تيسمع كاع بان شي مشروع كندشنو مثلا في 2009 وباقي حتى 2019 10 سنين وباقي ما طرا فيه والو كاين بزاف المشاريع اللي دشنها الملك وما توقع
فيها والو والملك ما ترجعش يسول والملك ما يديرش يعني ما عرفش واش ما تعطيهم لا ديدلاين لا والو تيقول لهم لا ديروا هذه لا فعلوا هذه صافي راه هو مشى الشن تما بان في التلفازه اصافي جمع الحزام وسير بوحبات وهذا هو المغرب اصاحبي راه حماق ما كاين حتى شي يعني انعدام المسؤوليه والو. المهم رجعوا لبوتين، بوتين مشى لهاد الإدارة ديال هاد الإدارة البيروقراطية اللي تتختار يعني اللي تتقول بأنها تتختار الكفاءات في الأكاديمية العلوم الروسية. سيدي كان بعض التجاوزات، التجاوزات اللي ناقصات ناس فعلا عندهم الكفاءة وعلماء بارزين وباغين العلوم وتيموتوا على العلوم وباغين يبحثوا ويطوروا بلادهم ويديروا. بوتين دخل في هذه القضيه هذه. ناض بوتين، انا نوريكم الفيديو لان درت ليه الترجمه بالدارجه باش تفهموا. ناض بوتين شنو دار؟ فصل هذا السيد هذا على العمل ديالو. ربما النص ديال هذيك اللجنه التمثيليه ديال الاكاديميه حتى هي فصل باباها، وهذا الموضوع كان دار بوم في روسيا. المهم نخليكم على الفيديو شوفوه ورجعوا. أنا من بعض الزملاء في الإدارة الرئاسية وحتى من وزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والخدمات الأمن الفيدرالي ومن بعض إدارات أخرى، الناس اللي شاركوا في الانتخابات ديال وتنتخبوا في أكاديمية روسيا للعلوم فلاديمير يافانغوش. عنديك واحد السؤال، واش هاد الناس هادو علاش ما عزلتهمش؟ واش هادو ماشي علماء كفؤين ولا لا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو شنو غندير دابا أنا؟ شنو السؤال اسمح لي، شنو غندير دابا؟ كلهم قالوا سيدي تلقاو يعني تعليمات عليا من القادة ديالو. السؤال ديالي ماشي على هذا السؤال، هذا السؤال ديالي هو واش هاد العلماء عندهم كفاءة ولا لا؟ وتيستحقوا يكونوا أعضاء في الأكاديمية العلوم الروسية؟ راه كلهم شاو سيدي في نفس المنافسة، يعني ما كاينش استثناء. وعندنا واحد القاعدة أنها تطلب أن كل شخص يصوتوا عليه 6 مرات باش غادي يتقسم في الأكاديمية. ولكن راه ما جاوبتيش على السؤال السي حميقة بلاني ما فهمتينيش، ولكن غادي نكمل لك الجملة. واش هاد العلماء ما عندهم الكفاءة ولا ما عندهم؟ وتيستحقوا أنهم يتنتخبوا داخل أكاديمية العلوم ياك؟ نعم سيدي تيستحقوا. المهم ما نصدقكش بالسؤال الثاني، راك عارفو تلاح من هنا. وغادي نعطي الناس هاد العلماء هادو غادي نسمح لهم باش انهم يكرسوا يعني حياتهم العلوم باش تقدم روسيا، لانه يعني تيبان لي بان النشاط ديالهم العلمي مهم بزاف على هذيك الروتينات الاداريه اليوميه في السلطه التنفيذيه. شفتوا الفيديو؟ كما قلت لكم بهذه الطريقه دي تتعامل بوتين تقريبا مع الفساد بجميع اشكاله، البيروقراطيه والاستبداديه والحموضيه فهمتين والتخربقوجيه وداك الشيء. لان كما قلت ان بوتين تيجيبهم قدام التلفاز، اصلا انسان تيقرا التقارير وباينه حتى من الى عمركم سمعتوا يعني الخطابات ديالو كيفاش تيهضر بلا ورقه بلا والو، ولا حط كاع ورقه ديما تيشوف غير يعني تيشوف زعما العناوين وتيهضر وتيتعمق. يعني واحد الانسان تيقرا التقارير، اي تقرير تطلع ليه تيقراه مزيان، كان هو بارع في المساله هذه ابار انه كان عامل ديال كي جي بي وداكشي. حتى الاسئله اللي تيسولها تيكون انسان عنده درايه بالمشروع، تيعرف الخلل فين كاين. اصلا هو قبل ما يجي لهذيك القنت ويجلس مع هذاك الشخص يهضر معاه تيكون عارف المشروع، تيعرف يعني المشاكل ديالو وشنو الاختلاسات ولا الاختلالات اللي وقعت فيه وداكشي. وكما غادي نشوف واحد الفيديو هنايا اللي هو ربما مهم تيعطينا واحد الفكره كيفاش يعني ادارات يعني مشاريع ديال الدوله. اي مشروع كيف ما كان، حنا تنشوفوا الملك تيدشن مشاريع ولكن ما كايناش نتائج، ما كايناش حتى نتائج على ارض الواقع. كاينين يعني تيقول لك دشن يعني مرافق صحيه ومخزن تمشي كري هذيك الالات غير تيدوز يعني تدشن الملكي تيهز داك الشيء وتيرجع، ولاو تيكريو هذا الماتيريال غير يعني مما هذا الماتيريال كامل تيكريو باش غير يدوز الملك يدشن هذيك المساله وتهزو هذاك الشيء. هو واش انا تنقول الملك واش ما عارف بان هذا الشيء هذا تاثر على السمعه ديال الدوله، لان هاد الحقائق اللي تيخرجوا عند الشعب
تيضروا يعني لا ماشي تيضروا بالدولة ككل، انا ما تهمنيش الملكية، ولكن هذا الشيء هذا تيضر النظام تيضر الناس كاملين. يعني واحد الحاجة اللي من المفروض ان العامة ديال الناس تستافد منها اللي هي عموم الشعب، ولكن ما تنشوفوش هذا الشيء، هذا اللعب يعني ديال الدراري الصغار. الا جينا نشوفوا يعني بوتين كيفاش يتبع المشاريع اللي تيدشنا هو ولا اي واحد، المهم المشاريع اللي تتحمل الدولة المسؤولية ديالها. يعني شوفوا كيفاش تيتعامل، يعني جا هو هنا لهذا المشروع، واحد المشروع ما كملش وخد الوقت والناس يعني يعني حتى البيدجي ميزانية ديال المشروع ولات مشات من واحد حتى العشرة. يعني انتم كما تشوفوا وغادي نحاول نحبسوا في بعض اللقطات باش اننا بحال تقولوا ندير واحد الهايلايت. اوكي وي ستارت. Объект планируется к сдаче в госкомиссии в июле. يسولوا شي أسئلة، ولكن الشخص اللي هما دابا بحال تقول دفعوا لي واحد السيد ما عندوش معلومات عن المشروع أول حاجة، لأن الأسئلة اللي تيطرحها عليه يعني بوتين ما عارفهاش ما فهمهاش، لأن ما عندوش معلومات باش يجاوب. ودابا تيدور هاد السيد هذا يدور باش يسول باش يجيب هادوك الناس اللي هما يعني ممثلين ديال الشريك باش يهضروا معاه، لأن أصلا هو عارف بوتين عارف هاد المسألة هادي وعارف بأن فيه الخوات خصو يتعامل معاه حتى هو على قد عقله، فهمتيني؟ تبع كذاب تما بدار هادشي اللي تيدير معاه باش يشوف راه دماغ واحد انا تنظنو من احسن قادة العالم، وربما من احسن القادة اللي داز في التاريخ ديال البشرية تقريبا في هاد العصر هذا، تنظن بوتين من بينهم. يعني الا جينا نشوفو يعني طور روسيا لا في الفن لا في الابداع لا في العلوم لا في البنية التحتية لا في السبيطارات، صوروا غير السبيطارات قبل ما يجي. فاش كان هذاك يالدر ولا سميتو ما عقلتش عليه، الرئيس اللي كان حطاته امريكان في روسيا، وكان واحد رئيس اضحوك يعني تيشرب تيجي تيخبز كران على الشعب، وما كانش عنده يعني مسؤولية باش انه يزيد بالبلاد القدام. وموراها رجع بوتين، وتصوروا في هذيك الوقت يعني السبيطارات ديال روسيا كان بحال ديال المغرب، لان تيموت في البايا العيالات تيولدوا. كانت روسيا يعني مع كان طاح الاتحاد السوفيتي وكانت صافي، يعني روسيا انتهى. وجا الانسان هذا في واحد اللحظه اللي روسيا ما شنقول لك مسدودين عليها جميع البيبان، شنقول لك دايره فايت اقتصاديا الدوله، يعني سقطت يعني الدوله في روسيا، يعني ما بقاش هناك يعني دوله بمفهوم دوله. جا هو من هذا الركام كامل وهز روسيا، وشوفوا روسيا فين دابا، لا في العلوم لا كيما الفنون التعليم قطاع الصحه بزاف الامور. يعني برافو عليه الصراحه. نكملوا الفيديو. تيسولهم بوتين شكون هو اللي مسؤول هنا، تخيل هذا شوف دابا وجهه، اولا استرجع على الدستور شوف خايف تيهضر، تشوف وجهه كيفاش داير. تيسولهم شكون اللي مسؤول هنا، وحده وعاد قال انا. شو راه شنقولك، راه الحماق، راه المفسدين، راه خصك تمشي معاهم بحال هكا، راه ما يمكنش تحط قوانين وما تتبعهاش، خصوصا ان لا كان عند شي واحد السلطه التنفيذيه ولا السلطه، بمعنى السلطه راه هذيك هي القوه باش ان تغير اي مجتمع. تقول لي بان هذا البروجي هذا تصاوب في 2009 باش يسالي في 2011 لا تسمحوا لي. ودابا بوتين تيقول لي بان احنا دابا دوزنا يعني الصيف ديال 2011 ومشينا فتنا دزنا حتى على الصيف ديال 2013، ودابا حنايا في فبراير 2013 والمشروع باقي ما ظهرش، يعني في ما لا يعني لا وجود له في الواقع، باقي ما سالوش. وهنا تيسولو تيقول لي واش يعني واش يمكن تغارنتيو بانكم تساليو في في في, في جون 2013. وهنا تيقول لي بان البنايه غادي تسالي في جون 2013، ولكن باش يعني غادي تبدا اوبيراتي يعني في سبتمبر 2013. وهذا راه بحد ذاته مماطله، بوتين ما فرحانش. ودابا تيسول تيقول لي يعني المماطله ديال هذا البناء تجاوزت عامين، وكان خص المشروع يسالي من 2009 ل 2011. علاش هادشي وقع؟ تيسولو علاش هاد المماطرة وعلاش هادشي وقع. تقولي بان هادوك لي الكونتراكتور ديالهم الناس اللي دايرين معاهم عقود ما حضروش، ما بحال تقول ما وفوش بالوعود ديالهم، ولذلك يعني ما ما
ما وصلوش يعني للديدلاين. انا تيهضر ليه على شكون هو مول الشركه وتيقول لي بوتين شكون هذا مستر بيلالوف. بيلالوف تيسول على شنو تيدير دابا حاليا هاد خاينه هذا، هو اصلا ما عارفش دابا. تيسول على هاد خاينه مول هاد الشركه دي فين تيقرا، قال ليه فين تيخدم. شفت السؤال ديال هنا اللي عجبني، هاد السؤال هذا شو ترى سؤال محرج. قال لي يعني واش تظن بان هاد الجمعيه ديال الاولمبياد في البلاد، واش تظن بان هاد البنايه هاد المشروع هذا غادي مزيان ولا غادي يمشي مزيان؟ وهنا تيسولوا شحال كلفاتكم هاد المماطله ديال هاد المشروع. ضروري ما غادي تكلف، لان يعني اي حاجه تطمطو الا وتتكلف، يعني وقت ما داز الوقت اما تتزاد يعني الميزانيه ديالها حتى تولي دايره ديك. المهم قال لي شو حتى السؤال، قال لي شحال ديريكت بحال هكا، شحال السي شحال شحال كلفاتكم هاد المماطله ديريكت؟ بانها كلفاتهم بزاف وانها تبين يعني حاليا يتم يعني تدبيرها من ما يسمى، وهذا المعنى هذا ما يسمى بال يتم يعني تدبيرها من صندوق الاستثمار الخاص. شنو هو صندوق الاستثمار الخاص؟ يعني هذيك الفلوس اللي يخسروا في المشروع، لان الا كان الا ما كانش من صندوق استثماري خاص خصهم ديما يعلنوا على البيدجي ويعلموا على شحال تيخسروا على هذه. ولكن فاش تيكون يعني من صندوق استثماري خاص يعني ما تيكونوش يعني من ما مفروضش عليهم انهم كاع يعني غير ملزمين، اسمح لي غير ملزمين باش انهم يعلنوا على المبالغ الماليه ديال المشروع. وهكذا دوالي نكملوا الخوت. منين جاو هاد الصندوق الاستثمار الخاص؟ منين جا؟ تقول لي زاد عليهم حتى الكريديات باش يكملوا المشروع اللي بالفرض انهم كانوا يستهلكوا دابا عامين. مرحبا، ندخلوش في هاداك الشيء ماشي مهم. السيبر بانك هو اللي شد ليهم، هو اللي تيفينانسي ليهم المشروع وخداو منو دي كريدي وداك الشيء. شحال تيقول لي عطيني رقم؟ قال لي بالنسبه لهداك الكومبلكس كامل تيسوى 8 المليار. بوتين تيسولو مره اخرى، انا تنسول على شحال يعني كلفاتكم هاد المماطله، يعني الفلوس شحال خسرتو؟ انا تيقول لي يعني عطيني الرقم، شحال كلفاتكم ديال الفلوس هاد المماطله هادي ديريك؟ ما كاين لا هادي لا هادي لا هذيك الخطابات ديال ربط السلوكيه بالمحاسبه وربط داك الحزار، ما كاينش هاد الشيء. هذا الفعل هو اللي تيهضر. فهمتيني؟ فاش تكون مسؤول على شي حاجه الفعل هو اللي تيهضر، ما تهضرش الهضره. ماشي تبقى تخبر لي النموذج التنموي دي 20 عام عاد دابا داير يعني لجنه النموذج التنموي بيروقراطيه، خص الشعب ينتخب هذا اللجنه التنموي ديال هو يختار، ديروا استفتاء على شي لجنه ونختاروها حنا ونديروها، لان عينا من هاد اللجان البيروقراطيه اللي تيختارها محمد الستة. قال لي ما عارفش، قال لي ما عارفش يعني ما عنديش الرقم شحال خسرنا في هاد يعني شحال كلفاتهم ديال العقار المماطل، يعني شوف التخربيق. قال لي لا قول لي شي رقم وصافي، قول عطيني شي رقم عطيني شي يعني تقريبا شحال. ولا 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 هادي هي اللي غادي تكعب بوتين ابلاتي. هنايا قال لي بان كلفاتهم من مليون من مليار فاصله جوج شي لعيبه حتى ل 8 ديال المليار. يعني هنا صافي هادو راه يطري عليهم بوتين باينه القضيه، ما هضرش معاهم قال لهم مزيان معلم. بحال شي واحد تيدير شي فالطه مقوده وتيجي عندو تتقول ليها وي معلم انت معلم، فهمتيني؟ صافي قال لهم مزيان خدمه واعره درتو الله يعاون، وزاد في حالو. وانا تنظن من بعد هاد اللجنه هادي تم يعني فصلوها على العمل. وكاينين فيديوهات بزاف، لان اش نقول لك بوتين ومحاربه الفساد يعني واحد الحاجه ما تتساليش. باش نساليو لا فيديو شنو تعطينا هنا؟ لان باش يكون عندنا قائد سياسي واش نقولك تيتحمل المسؤوليه ديالو تيكزيكيتي السلطه ديالو على الناس اللي تيقصروا في العمل ديالو، وهذا الشيء هذا ضروري، هذا الشيء هذا هو اللي تيقص المغرب الصراحه. يكون عندنا يعني حاكم استبدادي بالمفهوم ديال استبدادي، ولكن استبدادي
بالمفهوم ديال انه تيضغط على الناس اللي تتقصر في خدمه مشاريع ديال الدوله ولا خدمه المواطن والمواطنين، فهمتيني؟ هذه هي هادشي اللي خصو يكون في المغرب، ولكن حنا تنشوفوا يعني واقع اخر. يعني اش نقول لك، غادي نوريكم واحد الفيديو في الاخر كيفاش كانت روسيا قبل بوتين وكيفاش ولات من بعد، ولا كيفاش شدها بوتين في 2000 في نفس الوقت اللي شدها فيها المالي، فهمتيني، في 1999 حتى لدابا كيفاش رد روسيا. راه مازال يقول لي بنادم لا روسيا عندها الغاز عندها هادي عندها هادي، ولكن شوف المساحه ديال روسيا قداش. راه روسيا تدوبل يعني قارات على قدا، راه قاره بوحدها قاره، حتى النسبه ديال السكان ديالها راه ما نعاودش ليه، وعاد زيد على الظروف القاسيه ديال المناخ ديالها وداك الشيء. يعني كون كان عندنا، كون كنا حنا مغاربه تنعيشوا في نفس يعني القاره الروسيه، راه محال واش راه بنادم ما يبقى يموت في الطريق، ما يديروا حتى البنيه التحتيه، فهمتيني، التران هو الاخر ما يصاوبوه. اذا خليونا من هذيك التخربيق ديال شي وحدين. انا عارف شي تعاليق يجي يقول لك لا راه روسيا عندها الغاز، لا روسيا عندها البترول، لا روسيا راه دوله عظمى. راه دوله عظمى لانهم خدموا بلادهم، لانهم عراو على كتافهم وخدموا بلاد، ماشي نعس تيحزق تما وتيتسنى مهدي المنتظر ينزل يتقوي، فهمتيني، باش هو ينوض يحكم العالم. نقولوا كاع نتوما دابا تحكموا العالم كمسلمين وكا هادو كاع اللي مبرزطين الراس ديالنا بهذيك نظريه المؤامره وداك الشيء، انتوما حكمتوا العالم، قولوا مغاربه كاع يحكموا العالم، يحكموا كاع افريقيا كامله، ما شنو غادي تقدموا للبشريه؟ نتوما مجتمع فاشل، ما عندكم ما تقدموا للبشر. وهذه المساله هذه خصكم تقبلوها، لان ما عندكم ما تعطيو البشريه من غير كسكسو ولا اخرى، طواجن، شوا، اتاي، ملويات، بغرير، الحلوى، كعب غزال، هادشي لا تعطيو للعالم حاليا. شي حاجه اخرى راه ما كاين، لانكم نتوما باش تكونوا نموذج ما كاينش. مجتمع عندنا، المجتمع تعرض يعني بزاف ديال المسائل، مجتمع ولا جزء من منظومه الفساد ديال المخزن، يعني هذا هو المشكل. لان اور نيشن الامه ديال الشعب ديالنا ما باغيش يهرس هذاك العجز وهذا الكسل وهذاك الخوف وينوض يبني الدوله ديال. واش بغيتي انت يا فرنسا ولا امريكان ولا اي دوله كيف ما كانت تفرش لك الزربيه باش تجي انت ودي المغربي باش تبني الدوله ديالك باش توصل للطوب؟ راه ما كاينش. راه روسيا حاربوها داروا عليها السانكشن، داروا عليها يعني شنقول لك حاربوها صناعيا، وداروا عليها يعني العقوبات، وباقي حتى دابا واخا هكاك ناضت بزز، لان كاين واحد العمل. وحاجه اخرى غادي نخليها هي الاخرى، هي كاين بزاف ديال الناس اللي يجيو يديروا لي تعاليق على مساله ديال ان فلاديمير بوتين اش تيدير في روسيا، واش تيدير في ليبيا، واش تيدير في افريقيا. شوف اخويا، انا ما بغيتش انا تنهضر على روسيا كدوله يعني وصلات حاليا، وصلات وغاده، ماشي دوله صاعده، واصله. وتنهضر على روسيا على اش نقول لك، اي دوله ماشي هي ربما الحدود ديالها كما تشوف، يعني الحدود ديالك راه الحدود، الا بقيتي في الحدود ديالك وتتسنى تحارب العدو غادي تخسر الحرب. علاش دابا المغرب مثلا، ياك عندنا الحدود في المغرب، ياك المغرب دوله هنايا وكاين الجزائر وكاين موريتانيا وكاين اسبانيا، خصو دارو مشى المغرب اتجه لافريقيا ولا غرب افريقيا. علاش اتجه تما المغرب؟ وعلاش دار استثمارات في افريقيا؟ وعلاش حتى المخابرات الخارجيه ولات عندها استثمارات في افريقيا؟ علاش؟ لان باش تدافع على الدوله ديالك خص تكون يعني خص تكون عندك يعني اش نقولك، تكون في بلايص بعيد على غير فين تتسكن تحيت، فهمتيني؟ علاش المغرب تيتوسع في افريقيا وما عندوش عنده الحق؟ يقدر حتى لي زافريكا يقول لك خرجوا عنا المغرب، من خص المغرب تخرج من افريقيا، ما عندنا ما نديروا بها. راه بزاف ديال لي زافريكا خرجوا بهاد الاراء هذه. علاش المغرب تيتوسع في افريقيا؟ لانه باش يدافع على المصالح ديالو. راه تنوض الحرب ما بينه ولا بين موريتانيا ولا الجزائر، ما تعرف، لان الدنيا والزمان هذه. ولا تنوض حتى مع الاسبان مثلا مستقبلا، خص يكون عنده حلفاء في افريقيا اللي دعموه، فهمتيني؟ علاه تيستثمر باش يوليو هاد الدول الافريقيه يعتمدوا على الاستثمارات المغربيه؟ على فحال توقعات شي لعيبه يقدوا المغاربه يحبسوا هذوك هذوك الاستثمارات هاد الدول ديال افريقيا، يرجعوا للارض وغادي يرقعوا ويفهموا واتكو هذا المسائل مزيان. هادشي علاش روسيا عندها يعني هذا موضوع اخر، يعني عندها مصالح انها تكون حتى هي عندها رجل في الشرق الاوسط باش تحمي المصالح ديالها. وهذا ما كان، نتمنى انا الخوت الفيديو يعجبكم، وتحياتي ونشوفكم في فيديو اخر. الفيديو الجاي على ما اظن غادي يكون على رؤساء عالم اللي هما مليارديرات وتتبرعوا بالاموال ديالهم كامله للشعب ديالهم، فلوس يعني لي سالير ديالهم تتبرعوا بها للشعب ديالهم، ما تياخذوا منا والو. هذا هو الموضوع اللي يكون عندي السيمانه الجايه، ونشوفكم، مع السلامه.
показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.